السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نتمنى أن نموت شهداء في سبيل الله، ولكن رحمة الله وكرمه الواسع جعل لنا ما هو أفضل من ذلك. تدرون وش العمل اللي هو أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أن تذكر الله في الأيام هذه. تعجز عن تذكر الله في الأيام العشر هذه، أيام المعلومات. لذلك ما يعجز عن ذكر الله في الأيام هذه إلا المحروم، يعني اللي ما له عذر. ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. أصح صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه ناقلها أنا عن الشيخ الطريفي. ذكر الله نشطك ويزيدك قوة. تدرون ليه؟ لأن جسدك وروحك وذراتك تبيك تذكر الله، لأنها ما تبيك تدخل النار. الحين اللي يروحون للحج على ما يقاسون من التعب تلقاهم ما شاء الله يزدادون كل يوم نشاط، واللي حج وجرب يعرف هذا. بينما الشاب القوي الشديد إذا عمل معصية سبحان الله العظيم تخور قواه يومين أو ثلاثة أيام، كئيب وحالته حالة. لذلك المجرمين عادة تراهم بعد كل جريمة تنهار قواهم أيام، ما يقدر يقوم من مكان ينام، لأنهم عملوا أعمال لا توافق فطرتهم سبحان الله العظيم، فلم تتقبلها أجسامهم فانهارت قواهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. تقووا على عدوكم بذكر الله. لذلك الذكر اللي بتقولها الأيام يحفظ لك وستحتاج في الدنيا والآخرة، فلولا أنه كان من المسبحين. وبما أن ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من الجهاد في سبيل الله، فهو أعظم أيضا من إنفاق الأموال. كثيرين يتمنون لو عندهم أموال ينفقونها في سبيل الله ويتقربون الله بها. يا أخي اذكر الله ترى أعظم بكثير. وفي الحديث: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم فيضربوا عناقكم. إذا ما قدرت تحج ولا قدرت تنفق الذهب ولا الفضة ولا قدرت تجاهد في سبيل الله ولا قدرت اعف عن الناس، ما تقدر. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد، قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أعلمكم سالفة تصلح لكم. اجتمعوا الناس في سنة من السنين في عرفة، وقام كل واحد منهم يقدم أعمال صالحة، وقاموا يعلنون عن أعمال، اللي يقول المزرعة واللي يقول شير فلاني واللي يقول هذا يا رب لوجهك، وقاموا يعتقون أيضا عبيدهم، وقام هذا يقول هذا العبد الفلاني لوجه الله، وهذا يقول وجه الله، وهذا يقول. واحد يتفرج مسكين ما معه شيء، ما معه إلا مريته، قال: يا رب كل أعتق اللي عنده، وأنا والله ما عندي لبنية الحلال، ودي أعتقها لوجهك الكريم. أعظم الأعمال في هالأيام بعد الحج ذكر الله، وهو أسهل بلسانك، ما لك عذر. السلام عليكم.